طيب احنا عندنا قصة كده غريبة جدا، يعني دراما كده ما تحصلش الا في ايه، في افلام حسن الامام. انتوا فاكرين في اغسطس اللي فات الحادثة بتاعت القطر؟ كانت حادثة شنيعة جدا، يوم جمعة والقطرين اللي دخلوا في بعض. في الحادثة دي في شاب ودوه مستشفى اسكندرية، راحت أسرة، الأسرة دي من الشرقية، قالت ده ابننا شادي. مين يا حاجة؟ شادي ابني حبيب قلبي. وخدت متعلقاته وهدومه وفضل في المستشفى. وبعدين دول كانوا مين؟ كان واحد اسمه طارق فتح السيد من مركز فوز بالشرقية، وعواطف محمد بدر الدين. تعب اللي هو اسمه شادي ده، يعني اللي هم الست قالت شادي ابن حبيبي نور عيني، تعب، حالته اتدهورت، فنقلوه لمستشفى معهد ناصر في القاهرة. وهو في مستشفى معهد ناصر في القاهرة جات واحدة تانية اسمها نعمات أحمد إبراهيم عويضة، وقالت ده عبد الله ابن حبيبي نور عيني. فاحنا عندنا دلوقتي مصاب، ده تقريبا آخر المصابين في حادث القطر، مصاب، راحت واحدة اللي هي الست عواطف محمد بدر الدين اسكندرية قالت شادي ابن حبيبي، ولما جه مستشفى معهد ناصر الست نعمات أحمد إبراهيم من الشرقية برضو قالت عبد الله ابن حبيبي. طيب هم عندهم حاجات، عندهم صور، ما عندهمش ورق يقول ده. ولذلك مثلا في اختار للجات، احنا عندنا صورة منه، هذه القصة، القصة دي حققوها النهاردة زمايلي في جريدة الدستور الأستاذة مريم جبل والأستاذ حسام التمساح، يعني هما بيجيبوا قصص كده من بق الاسد. يعني ده الاختار اللي راح. طيب الوقت ببساطه شديده جدا تقول لي طب انت ملخبط نفسك ليه، وما هو حسن الامام ما كانش ايامه دي ان ايه، فيعملوا تحليل دي ان ايه. هو ده اللي بيحصل فعلا، بيحصل في تحليل دي ان ايه، وتقريبا الاسرتين دول موجودين الوقت في اسم الساحل انتظارا لنتيجه الدي ان ايه عشان نعرف الراجل المصاب ده شادي ولا عبد الله. واحنا بندور بعد في القصه لقينا انه الست نعمات احمد ابراهيم عويضه دي، احنا مش متحيزين لطرف ولا حاجه، بس احنا بندور مع الشرطه. ست نعمات دي متكلمه في مصر اليوم، ورونا يا جماعه انتوا وريتوا لنا الموضوع بتاع مصر اليوم. هي ست نعمات قاعده وشايله صوره عبد الله، فاذا يبقى انا كان في اهي ست نعمات اهي من الشرقيه، وبتقول كان ليها بنت وولد، البنت وعبد الله ده، وكانوا راكبين في القطر، والقطر يعني بنتها راحت وعبد الله كان مختفي، بتدور على عبد الله مش لاقياه. فده انا مش هقول ده دليل يعني، لانه في النهايه هم في انتظار في اسم الساحل، في انتظار نتيجة الدي ان ايه عشان تقول هذا الشاب الذي لم يتجاوز 18 من عمره هل هو شادي اللي بتقول عليه الست عواطف محمد بدر الدين، ولا هو عبد الله اللي بتقول عليه الست نعمات احمد ابراهيم عويضه.